إذن أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، مرحبا بكم في قناة الراديون. قناة الراديو اللي ديما كتقدم لكم برنامج زويكم منكم وإليكم. ودائما تحية الجالية المغربية من طنجة الكويرة، وتحية الناس اللي كيبغيونا، حنا كنبغيوكم، والناس اللي ما كيبغيوناش اللي جعلكم تبغيونا، وكانوا شي ناس كيبغيونا ما بقاوش كيبغيونا، وكانوا شي ناس ما كيبغيوناش ولاو يبغيونا. عليكم كاملين. إذن أعزائي المستمعين، حكمة اليوم قال لك سيدي: مول المال كيخليه ينعس. غلط، مول المال نجاه من الحبس. هكا وليدي. ودائما اللي بغى يشارك معنا الزبان ديالو معني غير يتصل 0620 23 0620 43. الزبان ديال اليوم أعزائي المستمعين، بحال سيدي نعستي هو يشدك بغطاط، عاوتاني فقتي وبديتي كطيب في النعاس، ما نعستي وما يشدوك الكوابيس، عاوتاني فقتي وبديتي طيب في النعاس، نعستي ويتشدك الغمة، تحلم سيدي غاب الشفارة تابعين وكل وحوش وتمقاجري، تم تأكد بلي راك نعس بلا وضوء، نوض توضى يا راس طار. الزملة الأولى أعزائي المستمعين هي اللي خرجت لنا وزارة العدل في هذا الشيء ديال القرارات ديال العقوبات البديلة. قال لك سيدي اللي محكوم عليه بقل من عامين يقدر يشري الحرية ديالو، يخلص عليها سيدي من 100 درهم حتى 2000 درهم في النهار. شيراطون وما دايرش حتى أمانة، أصدق دايدو. الواعر سيدي قال لك إلا بغيتي تشري الحرية ديالك الدولة هي اللي كتستافد من هاد الفلوس. هاك الكلام. دابا انا يشدني شي واحد يخلي دار بويا وندعيه والدولة تخلص، باب انا بعدا جاني بروجي مخير حسن من شي سناك ولا من شي حاجة. انا بعدا نهار يكون عندي الفلوس ونبغي انفيستي ما ندير لا قهوة لا ريستورا، انا غنبني حبس وغندير كولابوراسيون مع وهبي، واللي بغى يشري الحرية ديالو انا مديش لي 2000 درهم، انا 300 درهم راك تم. الزملة الثانية أعزائي المستمعين اللي دار وزير العدل عاوتاني، هو قفرها البارح قلنا اليوم غيتوب، هو دار عاوتاني وحدة أخرى يزلق فيها جمل، دار يحرق فيها نادر ديال التبن. قالك سيدي طلع البرلمان ويقول لهم حق شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل، هادشي عاد خربيق، ودابا راه الشهادة هي الشهادة والمرأة راه ولات حسان كاع من الرجل في الشهادة. باب ديال بصح ماشي لعب. قالك سيدي راه تشاورنا مع العدولات وكذا واكدوا لينا هذا الكلام هذا، لا زعما لا حتى هذا العدول اللي قالك هذه الهضره ديال طرش، لا زعما لا بقينا ساكتين على بحال هذه الهضره هذه، انا متاكد بان المسيح الدجال غيخرج لينا من قبه البرلمان. لا يستر. الزملة الثالثة أعزائي المستمعين اللي داروا واحد جربوا من الجزائر، جلسوا في واحد البرنامج كيهضروا معاه ويقول لهم حقا الرايه ديال المغرب ما عجبتنيش، حمراء وكاك ودايرين النجمة بالخضر، ليش دايرين ديك النجمة بالخضر؟ شغلك؟ نديرو حتى بالفنيدي، جات لك شي حاجة؟ ها؟ أنت اللي ما عاجبكش هاد النجمة هادي اللي بالخضر، عاجبك هذاك النشيد الوطني اللي كدايرين فيه القسم بغير الله، قسما بالنازلات الماحقات، الله يمحق لك الودنين، ها؟ هذا راه شرك أشريف، راه شرك بالله، واحد اللي خرج اليوم قال لي ما تخافوش راه واخا شرك راه الشهداء ديك مليون شهيد ديالنا غيشفعوا لينا غدا يوم القيامه وغندخلوا كاملين الجنه، راه حيت الشهيد كيشفع ل 70 الف واحد كداك غندخلوا الجنه كاملين. بيني وبينك عمي معات وصلوا ل 16 ديال الشفاعه، كنقول لك هاك من الباب اللوراني دخل. استغفر الله العظيم استغفر. إذن أعزائي المستمعين كنبغي نقول لكم مرحبا بكم، غدا إن شاء الله نهار السبت 21 في شهر 1 غادي نكونوا في مسرح محمد الخامس ديال مدينة الرباط، غادي يكون فرقة ديال بومبا كومي كتقدم لكم آخر عرض ديال الكونفينمو، إن شاء الله مكرهناكمش تجيو تشوفوا تضحكوا معنا وتفرحوا، هذاك الشيء راه يا صدق دايدو. التذاكر غادي تلقاوهم في قيشي بوايما ولا في المسرح، ها انتوما وجهكم.